Allah ya nuna ka gabda wuta yanzu haka tunda take ci kana ci kaga bannan da ake yi motocin su Allah ya dai ganta ga tana tana ci subhanallahi wallahi ga ni tsakiyar motocin ne nake haka yanzu haka ina ta ka dai gani ما زالت فيديوهات النيجر والفوضى التي تعم شوارعها تحتل جزءا كبيرا من اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فما بين المظاهرات وأعلام فرنسا المحترقة يستمر المحتوى في التهافت. وبعدما انتهت عملية رفع أعلام روسيا بدلا من فرنسا، انتقلت موجة الغضب إلى الشوارع، إلى السياسيين القدامى الذين وصفهم المتظاهرين بالفاسدين. فوثق فيديو انتشر كالنار في الهشيم عبر شبكات التواصل الاجتماعي قيام أشخاص في النيجر بحرق سيارات فارهة مملوكة لسياسيين ومسؤولين في حكومة نظام الرئيس محمد بازوم، حيث حملوهم مسؤولية تدهور معيشتهم وأحوالهم الاقتصادية نتيجة سياساتهم الفاشلة حسب وصفهم، والتي أدت تباعا إلى الانقلاب. يذكر أنه بينما كانت ألسنة اللهب تتصاعد من السيارات، أفادت وكالة فرانس بريس بأن الانقلابيين في النيجر اعتقلوا 4 وزراء، وحسب المصادر في النيجر فهم وزراء النفط والتعدين والداخلية والنقل أيضاً.